هنعمل دلوقتي مع بعض صدق بدبس الرمان. يلا نقول مقادير الوصفه بتاعتنا. هحتاج 400 جرام من الصدق، هحتاج نص كوبايه من دبس الرمان، معلقه من الكمون، ومعلقه من الفلفل الاسود، ومعلقه من البابريكا، وهحتاج معلقه من الزيت النباتي. يلا بينا نبتدي وصفتنا. هنجيب طاسه نحط فيها زيت، معلقه صغيره كده بس، علشان الزيت كتير غلط مع وصفة السجق بدبس الرمان، علشان الزيت هيفصل الصوص بتاعي. فهحط بس كده عشان اشوح السجق بتاعي. والطاسة تبقى سخنة عشان يتشوح معايا وياخد لون حلو. نضيف له رشة من الكمون كده، فلفل اسود، نشوحه بقى تشويحة كده حلوة. تعال نشوف المجدرة. بصوا ريحتها فظيعة، تستوي معايا. نسيبها تكمل السوا بتاعها ونروح للسجق. كده خلاص السجق بتاعنا اتشوح، السجق ما بياخدش وقت على النار. هنجيب بقى نرفع من على النار، مش هنحط الصوص بتاعنا على النار. نقلب بقى الصدق كده. كده. الصدق ده معمول الخلطة بتاعته أو التبهيرة بتاعته بالفلفل الأحمر، اللي هو الفلفل الأحمر الكوبي أو الرومي، وكمان معمول بالبابريكا، فعشان كده لونه أحمر. يعني اللي انا اكتشفته في القاهره عامه ان هم بيحطوا الفلفل الاحمر الرومي اكتر في تتبيله السجق، عكس عندنا احنا بقى السجق ما بيكونش فيه الفلفل الاحمر البقالي او الفلفل الاحمر الرومي. الفلفل الاحمر البقالي اللي هو البابريكا. كده خلاص نجيب بقى ايه، دلوقتي هنحط الصوص عليه كده. ده السجق بتاعنا جاهز.